للمرة الأولى منذ فقدان السيطرة عليها في 2014 دخل الجيش السوري خان شيخون في جنوب إدلب. يأتي ذلك وسط معارك عنيفة مستمرة مع المجموعات الإرهابية المسلحة. وسط معارك عنيفة مع الجماعات الإرهابية المسلحة دخلت قوات الجيش السوري مدينة خان شيخون كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي للمرة الأولى منذ فقدان السيطرة عليها منذ عام 2014. من الجهة الشمالية الغربية للمدينة بدأت قوات الجيش التقدم والسيطرة على المباني التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية موقعة عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفهم. تقدم على الأرض تزامن مع سلسلة غارات جوية للطائرات السورية دمرت مواقع للجماعات الإرهابية في خان شيخون ومحيطها وقطعت خطوط إمداداتهم ودمرت مقار وآليات تابعة لهم. ويعبر مدينة خان شيخون طريق استراتيجي سريع يربط بين حلب ودمشق، تسعى قوات الجيش إلى السيطرة عليه، إذ يشكل هذا الطريق شريانا حيويا يربط بين أبرز المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري من حلب شمالا مرورا بحماة وحمص وسطا ثم دمشق وصولا إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وبعدما تركزت المعارك خلال الأشهر الثلاثة الماضية في ريف حماة الشمالية بدأت قوات الجيش السوري التقدم ميدانيا في ريف إدلب الجنوبي، حيث سيطرت على بلدة الهبيط وعدد من القرى في محيطها، الأمر الذي دفع أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح واللجوء إلى مناطق أكثر أمنا قرب الحدود وفقا للأمم المتحدة.